المقابلة اللي كانت في القاهرة نتيجة جميلة جدا، نتيجة اللي غتخلينا دائما عندنا امال باش نرجعوا ونديو اللقب ان شاء الله. فكنتمنى الحظ كبير ان شاء الله لوليدات الوداد، وان شاء الله في التيران ديالنا والجمهور ديالنا غادي يكون على خير ان شاء الله، وغنهزوا العصبة ان شاء الله. تحية لكاع الجماهير المغربية، كنبغي نقول لهم شجعوا الوداد نهار الحد، وكنا وداد يعني دم واحد وروح واحدة باش نجيبوا العصبة.